السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ايه الأخبار وايه أخبار المذاكرة؟ يلا شد حيلكم، هنكمل مع بعضينا ال exam 4 جزء النوبل. اللي تشوز طبعا أول حاجة، number 1 Rosslyndal was lying on the floor space، طبعا أكيد وقع على الأرض. فاكرين الجزء لما كان جزء من الكيك ووقع على الأرض بعد كده؟ طيب كان on the floor ايه بقى؟ aware، conscious، واعي، unconscious، غير واعي، ولا alert؟ alert دي يعني انذار او نوع من برضو كأنه واعي. لا، هي طبعا unconscious لما كل الكيك بقى unconscious. number two while carrying the king out of the room، وهم حاملين الكينج خارج الأوضة. Sab and Fritz were watched by، سابت وفريدز كان حد بيراقبهم. مين بقى يا ترى؟ ها، مدام انتوانيت، يوهانز ماذر، يوهان روز. طبعا اكيد يوهان، طبعا احنا متابعين القصة وفاكرين، هنلاقي ان هم اللي كانت بتراقبهم كانت يوهان ماذر. number 3 on their way to the station، في طريقهم للستيشن للمحطة. Sab told Rosslyndal everything about the space life، طبعا اكيد ساب هيخبر Rosslyndal عن حياة مين؟ yes king's life، حياة الايه، كل حاجة عن حياة الملك. number 4 يا جماعة، what was Johan surprised by، كان مندهش بإيه؟ إيه اللي أدهشه يعني؟ هل Rosslyndal's black hair، شعره الأسود، ولا Rosslyndal's red hair، ولا Rosslyndal's curly hair، ولا Rosslyndal's dyed hair؟ طبعا أكيد واضح وإحنا عارفين إن هو كان Rosslyndal's red hair. نيجي بقى للأسئلة. أول سؤال، why do you think Rosslyndal was wet when he woke up، لما صحي كان ليه وقت مبلل؟ ها، نرجع كده بالذاكرة لورا. يلا هنقول ايه بقى يا جماعة؟ هنقول I think he was wet because that threw water on his face to wake him up، عشان يصحي. فاكرين لما قلنا كان unconscious، كان فاقد الوعي، فحصل ايه عشان يصحوه؟ فكب عليه مية. هنقولها تاني، I think he was wet because Sab threw water on his face to wake him up. السؤال اللي بعديه يا جماعة، أنا كاتباه هنا في الورقة بقى عشان اختصارا للوقت. On what condition do you think the king was after eating the cakes؟ يعني كان حالته ايه بعد ما كل الكيك؟ ها، كان حالته ايه؟ نفتكر كده زي ما انتم شايفين اهو. هنقول he was in a bad condition، he was lying on the floor، كان نايم على الارض. his face was red، وشه احمر. and he breathing heavily، وكان بيتنفس بصعوبة. ده السؤال اللي بعدي. نيجي للسؤال الاخير. why do you think Sabt and Fritz didn't trust يوهانز ماذر؟ ليه ما كانوش واثقين في يوهانز ماذر؟ طبعا اكيد عشان هي كانت بتراقبهم وشافتهم وهم بينقلوا شافتهم وهم بينقلوا الكينج وكده. فهنقولها ازاي؟ ليه هم didn't trust her؟ because، كلكم شايفين كده معايا، بحاول اهو ابينها لكم. because she watched يعني راقبت، and overheard يعني سمعتهم، overheard them so they locked her in the cellar، حبسوها. so they قفلوا كده، شايفين انا بحاول اجيبها. locked her in the cellar with the king، مع الملك. تاني يبقى ليه هم didn't trust her، مش واثقين فيها، اللي هي يوهانز mother. because she watched and overheard them so they locked her in the cellar، حطوها في السيلر اللي هو البدروم يعني، with the king، في البدروم مع الايه، مع الكينج. نيجي بقى لسؤال الدايلوج يا جماعة، نركز فيه وما ننساش ان بيبقى فيه اعطيني معلومة هنا في اول، في المقدمة هنا اعطيني معلومة ما ننساهاش نقراها كويس.
الديالوج ده ما بين هاني وما بين الدكتور. فالمقدمة دي بتقول ايه؟ هاني has gone to see a doctor for a stomach ache. okay stomach ache طبعا ايه دي مرت علينا كتير جدا، اللي هو ألم. ممكن اقول هارك، ممكن اقول stomach ache. okay الدكتور قال له what's wrong with you، طبعا سؤال سهل جدا، ايه المشكلة او what's the matter with you، ايه المشكلة معاك؟ فهاني هيرد يقول له ايه؟ طبعا احنا خلاص عرفنا هنا اوريدي المعلومة ان هو عنده وجع في stomach، فهنا هيقول له I have stomach ache. طبعا اي لما دايما بنقول انا عندي الم في اي حته، I have a headache، I have a stomach ache، هو يبقى عنده what's wrong with you، I have a stomach ache. طيب number two، الدكتور قال سؤال فاجابته the pain has been there for 3 days now and it's getting worse، وبقاله 3 ايام وحصل ايه؟ ان هو بقى اسوأ، بيسوء اكتر. فالمفروض من وجهة نظرنا اول ما الاقي فور يا جماعة ومدة، فور ومدة، يبقى لازم اسأل بهاو لونج على طول، وخصوصا لما يبقى عندي has been اللي هو المضارع الثاني. يبقى عندنا فور والمدة، يبقى هقول هاو لونج. هاو لونج ممكن هنا اقول السؤال ده بطريقتين، هوريكم كده ثانية واحدة. اهي يا جماعة الاجابة الاولانية I have stomach ache، والتانية طبعا زي ما قلنا for how long، يعني لمدة قد ايه، لمدة قد ايه. يعني احنا اتفقنا طالما في for يبقى لازم نقول مدة، نقول how long في السؤال. بعد كده have you had such trouble before، يعني جالك قبل كده المشكلة دي، جاتلك قبل كده، هنعرف منين انها جات او لا، لازم نكمل. فهنا الدكتور قال له I think you have to go to hospital for check up، عشان تعمل check up. يبقى اكيد طالما قال له روح اعمل check up، يبقى هو ما جالوش ال trouble ده قبل كده. يبقى هنا هاني هيقول له ايه؟ لازم هاني هيرد على السؤال الاول زي ما اتفقنا، وبعد كده يسأل سؤال. هيرد طبعا مش هنقول يس، هنقول له لان احنا عارف ان هو ما جالوش قبل كده، ماشي؟ فهتبقى no، وهيقول what shall I do، يعني انا المفروض ان انا اعمل ايه. هيقول له زي ما قلنا I think you have to go to hospital for check up. فسأله سؤال هاني، قال له قلق طبعا، فقال له is it serious، يعني الموضوع جات خطير يعني اللي انا فيه، قال له no، وقال له حاجة طبعا رد على السؤال ده سهل جدا، هنقول no ايه، no it isn't، اهي no it isn't. بعد كده في سؤال اجابته I'll give you a medicine to release the pain، اريح لك الالم ده. ففي سؤال من هاني، هاني قال ايه؟ اكيد طبعا هيقول له ممكن نقول what should I do تاني عادي، بس طبعا مش هنكرر تاني what should I do. ممكن نقول بقى ايه what do you recommend، انت بتزكي لي ايه او بترشح لي ايه، what do you recommend. بعد كده اخر حاجة لما قال له بقى خد العلاج دوت، ففي الاخر طبعا هيقول له thanks. ودي اهي كل الإجابة قدامنا عشان لو حابين تنقلوها كلها. اوكي طيب نكمل يا جماعة translation. Today women are able to share men the battle of building and construction. طبعا سهلة جدا، ها اليوم أصبحت النساء قادرة، okay قادرة على ايه؟ able to طبعا يعني قادرة، قادرة على yes أن تشارك الرجال في معركة yes البناء، building البناء والتعمير. هوريها لكم عشان لو عايزين تنقلوا ها. اليوم أصبحت النساء قادرة على أن تشارك الرجال معركة البناء والتعمير. تاني، اليوم أصبحت النساء قادرة على أن تشارك الرجال معركة البناء والتعمير. ويا ريت الكلمات المهمة نحطها كده على جنب و write it down كده على جنب ونحفظها، يعني مثلا كلمة construction، كلمة building، battle. okay طب نيجي بقى للتانية protecting the environment is a public service and a national duty. تاني protecting دي معناها ايه؟ yes حماية، environment طبعا كلكم عارفينها، public yes service and national duty. يبقى نقولها كده على بعضها حماية البيئة، او ممكن نقولها بطريقة تانية تعد حماية البيئة yes public service،
خدمة عامة، public يعني عامة وservice خدمة، يبقى خدمة عامة، شايفين كلنا يس، خدمة عامة and a national duty، واجب، ها واجب وطني. أهي يا جماعة، تعد حماية البيئة خدمة عامة وواجب وطني، سهلة جدا ما فيهاش أي حاجة، بس زي ما قلت لكم أهم حاجة في الترانسليشن الجديدة بالنسبة لنا نكتب الكلمات على جنب الكلمات، write it down الجديدة، ديتي واجب، هي مش جديدة بس خلي بالنا منها كده نراجع عليها. ديتي يس، كلمة طبعا environment سهلة ما فيهاش حاجة. نيجي بقى للعربي، إن السعي للسلام يتطلب كثيرا، كلمة سعي دي احفظوها برضو على جنب كده، seeking ويسعى، بس seek اللي هي اي سيك دي اللي هي اس اي اي كي هوريها لكم دلوقتي، والسعي نفسه سيكينج اللي هي حط لها اي طبعا اي ان جي. للسلام طبعا بيس يتطلب كثيرا من العمل الجاد والصبر والحلول الشامله برضو اهيت. سيكينج اللي انا بقول عليها دبل اي يا جماعه، سيكينج بيس، السعي للسلام ريكوايرز يتطلب، يتطلب ايه بقى؟ A lot of الكثير من هارد ورك العمل الجاد، patience صبر، and comprehensive solution يعني معلش خطي صوبات بس مش مشكلة. تاني عشان كنت بكتب بس بسرعة عشان عايزة احاول اخلص لكم فعلا الامتحانات بسرعة زي ما انتوا قلتوا، فانا بسرعة بسرعة بسرعة. يبقى seeking دي كلمة مهمة جدا، السعي seeking peace اللي هو ايه السعي وراء السلام، requires requires يعني يتطلب a lot of hard work العمل الجاد، patience sub في الاخر، and comprehensive solutions وحلول ايه يس زي ما مكتوب كده وحلول شامله يعني. طيب ان الامن والاستقرار هما حجر الزاويه لجذب المستثمرين العرب والاجانب، كلمه حجر الزاويه دي كلمه مهمه جدا، وامن مهمه واستقرار كلها ومستثمرين كلها كلمات مهمه جدا، فهنركز واحده واحده. security security اللي هو الايه الامن، الامن stability الاستقرار، واحفظوها صم على جنب كده نكتب security ها الامن and stability الاستقرار بيبقوا ايه are the cornerstone، كلمة مهمة جدا the cornerstone يعني حجر زاوية، حجر زاوية لإيه بقى؟ to attract Arab and foreign investment عشان نجذب الاستثمار الأجنبي والعربي، كلها بقى على بعضها آيتين security and stability are the cornerstone حجر الزاوية to attract Arab and foreign investment، وكلمة investment مهمة جدا طبعا، وكلمة invest الverb اللي هو يستثمر. بس كده الحمد لله خلصنا من exam 4، وأوعدكم ان شاء الله انا هحاول انزل 5 اقرب فرصة.